بحضور مؤسسة جزائرية للصناعات الغذائية انطلقت بفرنسا فعاليات معرض باريس سيال 2016 المتخصص في الصادرات والواردات الغذائية، وهو يعتبر أكبر حدث اقتصادي في هذا الميدان بالعالم. المؤسسات الجزائرية لم تفوت الفرصة، حيث عرضت شركة جاوس للمشروبات منتوجاتها، وهذا بهدف التعريف والترويج للمنتوج والتوسع في السوق الأوروبية. Premièrement, on sort du marché ethnique. On a vu que les marchés français et les Français, ils ont eu une, on a eu de bons retours. Alors on a pensé de vraiment passer par des professionnels, avec un salon professionnel, pour vraiment toucher tous les Français qui demandent notre produit. مشاركة مشروبات جاوس في المعرض لقى اهتمام رجال الأعمال المهتمين بصناعة المشروبات، وكذلك الفرنسيين الذين أرادوا معرفة مذاق المشروب عن قرب وإبداء رأيهم فيه. Donc pour une boisson algérienne, je trouve que c'est une boisson qui est du même standing que les sodas que j'achète habituellement chez moi. C'est une boisson qui est très fruitée. يعتبر معرض سيال الذي ينظم سنويا بباريس فرصة لشركات الصناعات الغذائية عرض آخر منتجاتها، وهو يهدف إلى تفعيل دور الأنشطة التجارية بين البلدان المشاركة بالفعالية، خصوصا الأنشطة المتعلقة بالصادرات والواردات الغذائية، حيث يشارك فيه أكثر من 6000 عارض وحوالي 150 ألف زائر يوميا. لقناة شروق نيوز، محمد بوشيبا، باريس.